اول مبروك نقولها من قلبنا الموسم ده لكل الاهلاويه، جماهير النادي الاهلي مبروك، اداره النادي الاهلي مبروك، الجهاز الفني للنادي الاهلي مبروك، ونجوم النادي الاهلي مليون مبروك. كنتم رجاله، كنتم على الوعد والعهد، شرفتونا، ومش بس شرفتوا الاهلاويه لكن شرفتوا الكره المصريه قدام العالم كله. مبروك برونزيه العالم الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، واللي وراها الحقيقه من وجهه نظري اكثر بكتير من مجرد ميداليه برونز اتعودنا او اتعود عليها جمهور النادي الاهلي. صحيح كنا بنحلم للافضل وكنا بنطمح في الافضل وكان في الامكان نروح لابعد من كده، لكن شرفتوا ووفيتوا وقدمتوا صوره مشرفه الحقيقه لكل جماهير الكره في مصر، مش بس جماهير النادي الاهلي. لكن القصه بالنسبه لي مش قصه بطوله ولقب جديد يضاف لسجل النادي الاهلي ولا للجيل اللي انتوا شفتوه ده وهو واقف، صوره للتاريخ، صوره للمجد اللي بيسعى ليه كل رياضي مش بس في كره القدم. القصه اكبر من الصوره دي بكتير. القصه هو سؤال طرحته على نفسي وانا بسترجع كده شريط البطوله من مباراه الافتتاح لغايه مباراه اوراوا ريدز في ميداليه او المركز الثالث والرابع وفوز الاهلي على بطل دوري ابطال اسيا وتحقيقه للميداليه البرونزيه الرابعه في تاريخه. ايه السر وراك يا اهلي؟ لماذا الاهلي هو النادي الذي لا تغيب عنه الشمس؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاج اروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل وكل التفاصيل. شوفوا احنا يعني انتوا عارفين طبعا، انتوا كجماهير نادي اهلي عارفين انه انا بمجرد ما بتنتهي المباراه ونحتفل بفوز او نحتفل بلقب او نحتفل ببطوله بنقلب الصفحه على طول، بس انا مش قادر اقلب الصفحه الحقيقه لانه الانجاز المره دي زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه مش قصه برونزيه جديده في كاس العالم. ما احنا ياما خدنا برونزيات وياما وصلنا مربع ذهبي وياما هزمنا ابطال قارات، لكن القصه الحقيقه مختلفه بشكل كبير جدا، او انا نظرتي ليها المره دي مختلفه على مستوى النادي، على مستوى اسم النادي الاهلي في العالم كله، وعلى مستوى الجيل ده عايز يكون لي وقفه شويه. بس خلينا نشوف قائد الفريق الشناوي البطل، واحد من اهم نجوم الاهلي في مشواره في بطولات كاس العالم مش في البطوله الاخيره دي، بيقول ايه. وصلنا الى الامارات امس بعد المشاركه في كاس العالم للانديه، واليوم نبدا التحضير لمباراه سيراميكا في بطوله السوبر المصري، هي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، الجميع جاهز لخوض اللقاء وهدفنا الوصول للنهائي. اغلقنا تماما صفحه كاس العالم للانديه بعد التتويج بالميداليه البرونزيه، والجميع يفكر حاليا في بطوله السوبر المصري. قدمنا مباريات كبيره واداء قويا في بطوله العالم للانديه، واود ان اتوجه بالشكر لزملائي والجهاز الفني والجماهير التي زحفت خلفنا، وننتظر حضورهم غدا في مباراه سيراميكا. ده قبل 24 ساعه من بدايه لقاء بكره. ده الفكر والمنهج اللي بيمشي عليه النادي الاهلي طول عمره، مهما كانت عظمه اللقب ومهما كانت لحظه الفرح، الفرحه والسعاده اللي كانت بالمناسبه السنه دي طاغيه شويه. البطوله دي كانت مختلفه. الصداع وحاله الصخب اللي حصلت قبل البطوله ما تبدا ادت للانجاز في النهايه طعم تاني ومختلف. وتعالوا ابدا معاكم بليه النادي الاهلي هو النادي الذي لا تغيب عنه الشمس. ليه؟ لانه انا الحقيقه من ساعه ما انا عاشق لكره القدم عموما، يعني انا كره القدم بالنسبه لي مش مجرد رياضه ومش مجرد اللعبه الشعبيه الاكثر يعني تواجدا على خريطه الرياضه العالميه، ومش قصه ارتباط بـ 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 بنادي او بلاعب، لا، انا الكوره بالنسبه لي هي قمه المتعه. ان انا العب كوره وان انا اتفرج على كوره حلوه، انا بالنسبه لي دي احسن حاجه تقريبا او احسن اكتيفيتي او نشاط ممكن الواحد يعمله في حياته. فطول عمري بجري ورا المتعه دي. فبشوف عمالقه على مستوى العالم من اول ما فتحت عيني يعني، او يعني طبعا اسمع عن اساطير زمان ومبدعين وانديه عظيمه، بس ما شفتش دي ستيفانو، ما شفتش بيليه، ما شفتش كرايف، ما شفتش بيكن باور، لكن ابتديت اشوف كوره مع الاهلي في الثمانينات. وحبيت الجيل ده جدا. وحبيت الجيل ده جدا، جيل الخطيب ومصطفى عبده وعلاء ميهوب وربيع ياسين وماهر همام واكرامي وثابت ومش عايز انسى حد، وعامر وزيزو قبلهم شويه او معاهم. بعد ما طاهر ابو زيد طبعا، خالد جد الله، مش عايز انسى حد طبعا، كلهم اسماء كبيره جدا، جيل عظيم الحقيقه، وجيل هو اللي بدا صوره النادي الاهلي الافريقيه يعني.
لكن لما الجيل ده ابتدى يبطل او ابتدى يبعد سنه بسنه يعني، ودخل جيل تاني بعده، جيل ابراهيم وحسام وهادي خشبه وهشام حنفي وسمير كمونه من بعدهم، وطبعا كابتن احمد شوبير وغيرهم وغيرهم، محمد يوسف، من اسماء الاهلي ما تهزش، ما كانش فيه يعني ما كانش فيه ابتعاد كبير جدا على المستوى ولا على الالقاب ولا على بطولات. والجيل اللي بعد منه ضيف عليهم بقى وليد صلاح الدين، دخل خالد بيبو، دخل حسام غالي، جه بعدهم بركات، جه بعدهم تريكا، جه معاهم متعب، جه وائل جمعه، جه عصام الحضري، جه محمد شوقي، جه اسماء كتير جدا برضو مش قادر انسى حد بصراحه، هتعد مين ولا مين، كلهم نجوم وعمالقه. كل جيل بيمشي تقول ممكن يبقى فيه هزة، ممكن يبقى فيه ابتعاد عن الألقاب والبطولات، ممكن يبقى فيه دروب بيحصل في كل حتة في العالم. ليه؟ لأن أنا شفت ده، شفت الميلان بجلالة قدره تاني أكبر نادي في أوروبا على مستوى ألقاب دوري أبطال بعد الريال، غاب مش عارف بقاله كام سنة، غاب مش بس على مستوى دوري أبطال، ده غاب حتى عن الدوري الإيطالي نفسه. اليوفي نفس الحكاية، الإنتر نفس الحكاية، اليونايتد نفس الحكاية، جيل دوايت يورك وريو فيرديناند وفاندرسار وبوسكولز ورانجيجز وين روني وبيكهام وغيرهم وغيرهم كتير. جيل سيطر على الطول والعرض، يخلص الجيل وينتهي ما تلاقيش فين. اليونايتد ما جاش، طب جاي امتى؟ ما حدش عارف، غير اجهزه فنيه وهات نجوم وبيع نجوم وما فيش يونايتد. البارسا حقبه الجوارديولا وبيب جوارديولا، الجيل الذهبي، ديفيد بيا مع ميسي في اوائل، رونالدينيو طبعا في الاول، وبعد كده جه ميسي مع انيستا وتشابي وبيسكيتس وكارلوس بيول وبيكي، عمالقه سيطروا على الكوره في العالم كله طول وعرض، ثم انتهى البارسا وما رجعش تاني. وممكن اعدلك من القصص والحكايات دي كتير، ايه السر فيك يا اهلي؟ ليه دايما على القمه؟ ليه بنقول الروح الفانيلا الحمراء اللي مهما كان الاسماء اللي بترتديها هي نفس العقليه، نفس الروح، نفس الرغبة، نفس الدوافع، ما بتشبعش، ما بتكتفيش. أيا كان مستوى المنافسة، أيا كان حجم الفوارق، هو ده النادي الأهلي. تعالوا نبص على الخريطة كده، لأنه الجيل ده كمان يستحق، مش عايز أقارن بين الأجيال، مش هقع في الفخ ده، لكن الجيل ده إحنا جينا عليه زيادة شويتين في أوقات كتير جدا، اسم اسم ونفر نفر، مفيش حد فلت، مفيش حد ما جاش تحت المقصلة، رغم ان هم لعبوا في ظروف قاسيه جدا. الجيل ده اتحرم نمره واحد كده من جماهيره في الملعب، مفيش جيل في النادي الاهلي ما كانش في ظهره الجمهور فول كاباسيتي، الملعب كله مدرجاته مليانه، الماتشات المهمه والماتشات الغير مهمه، حتى لو ما كانش كامل العدد، لكن احساسك بجمهورك واقف في ظهرك وهو بيقومك من كبوتك، وانت بيفوقك لما بتستقبل هدف ويقدر يرجعك تخش تاني في المباراه، بيشجعك لغايه لما الحكم يصفر وبعد صفاره الحكم كمان قاعد بيشجع فيك. الجيل ده اتحرم من ده. الجيل ده عمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف درس التاريخ والجغرافيا. والجيل اللي ما شافش، جيل من جماهير النادي الاهلي، الشباب الصغير لسه طالع، اللي ما شافش من اجيال النادي الاهلي غير الجيل ده، احفظ ده كويس عشان تعلمه للي بعدك. النجوم دي اللي بتلعب من غير جماهير في المدرجات، اللي بتلعب في مسابقة ضعيفة جدا في المسابقات المحلية، مسابقة تقريبا يعني خالية من كل مقاومات الجذب، لا تنظيم ولا جمهور ولا تحكيم ولا أي حاجة. الجيل ده بالذات، الجيل ده بالذات عمل إيه؟ الجيل ده رفع سقف الطموح والتحدي رغم كل المعوقات دي، ورغم ان هم الحقيقه كمان عشان يمكن شويه يكونوا جيل السوشيال ميديا، الجيل اللي قبلهم جيل وليد سليمان ووائل جمعه وتريكا، طبعا احنا بنتكلم من اول 2006 طبعا مع العبقري مانويل جوزيه، 2021 بيتسو موسيماني، 23 مارسيل كولر، دول اجيال النادي الاهلي اللي وصلوا او اللي حطوا الاهلي في مصاف الانديه العالميه. تعالوا نشوف النهارده الجيل ده اخر جيل عمل ايه؟ ازاي الجيل ده سيطر. انت ممكن تفوز مباراه في كاس العالم، ماتشين في كاس العالم يتقال عليك حظ، يتقال عليك توفيق، يتقال عليك زي ما يتقال. لكن الجيل ده سيطر على تلتين الكره الارضيه. يعني ايه سيطر على تلتين الكره الارضيه حضرتك؟ يعني الجيل ده على مدار مشاركاته ما تقدرش تقول ان فيه فوز كان صدفه، بنتكلم على ابطال قارات. احنا بنتكلم على فريق بيلعب في بطوله بيشارك فيها ابطال القارات. ننزل بالخريطه ونشوف التاريخ والجغرافيا بيقولوا ايه.
التاريخ والجغرافيا بيقولوا انه الاهلي طبعا هو البطل الاوحد لقاره افريقيا، وهو اللي مسيطر على كل القابها، واللي بعيد عنه او اقرب منافسيه بعيد عنه ببعيد قوي، يعني فوارق كتيره جدا، لا سواء على المستوى الافريقي او على المستوى العالمي. فقاره افريقيا اوريدي اخضعناها تحت السيطره. نروح للاوقيانوسيا اللي هي بيقولوا عليها ضيف شرف دايما، ودي فيها مبدئيا يعني استراليا ونيوزيلندا كدولتين كبار شويه، ومعاهم مجموعه جزر بقى يعني غينيا الجديده وفيجي ومش عارف ايه. في النهايه اوقيانوسيا ممكن تكون اضعف ابطال القارات. الاهلي طبعا في كل مواجهاته سيطر على قاره اوقيانوسيا او اقليم الاوقيانوسي. اسيا الجيل ده عمل ايه؟ الجيل ده واجه اربعه من فطاحل الكره الاسيويه. اسيا بقى اللي فيها كوريا واليابان والسعوديه والامارات وقطر وايران يعني كل اللي انت واليابان كل اللي انت عايز تقوله قوله. فيها دول عندها امكانيات رهيبه، يعني امكانيات نادي فيها ممكن تتجاوز امكانيات كل انديه قاره افريقيا. الاهلي قابل اربعه من فطاحل الكره الاسيويه، الدحيل على ارضه وبين جمهوره، وقبل المواجهه في بطوله كاس العالم اتقال كلام كتير جدا عن الفوارق اللي اتلغت والفوارق اللي اتمحت، وانه مفيش ما بقاش في كوره في مصر. ففاز الاهلي على الدحيل القطري. الهلال السعودي اللي اتقال قبله انه الاهلي هرب من مواجهه الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي، فكانت المواجهه بين الاهلي والهلال، وكانت النتيجه رباعيه قاسيه وميداليه برونزيه جديده. الفريق الثالث هو اتحاد جده قبل البطوله دي ما تبدا، اللي دعم صفوفه بكتيبه من النجوم 10 محترفين بيلعبوا في صفوف اتحاد جده، قيمتهم التسويقيه قد اول خمس او اكبر خمس انديه في قاره افريقيا. دي قيمه تسويقيه بتاعت الاتحاد السعودي. كريم بنزيما وانجولو كانتي ورومارينيو وكورنادو وجوتا ولويس فيليبي ورومارينيو واحمد حجازي لانه محترف في النهايه برضو. فكانت الثلاثيه صاعقه. ثم اوراوا ريدز الياباني في مباراه الثالث والرابع، فكانت الهزيمه اللي وضحت قد ايه في فوارق كبيره جدا جدا بين الاهلي وبين الكره الاسيويه مهما كان حجم خبراتهم، ومع كامل الاحترام للاشقاء طبعا، ومهما كان حجم امكانياتهم. لكن اللي يشوف تصريحات جمهور الاتحاد السعودي مثلا قبل مباراه الاهلي وتصريحاتهم بعد مباراه الاهلي يعرف انه الاهلي هو بعبع قاره اسيا، وان الفوارق كبيره جدا بين عملاق افريقيا واي نادي في اسيا مهما كانت امكانياته. يبقى اوقيانوسيا واسيا تحت السيطره. نروح لكونكاكاف، وكونكاكاف دي مش بس امريكا الشماليه، يعني انت ممكن تعتقد انه كونكاكاف دي بطوله ما بين ثلاث دول، امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، المكسيك. لا، قصه اكبر من كده بكتير. كونكاكاف داخله فيها مجموعه دول ثانيه، مش قوه عظمى، لكنها حجم المنافسه فيها مش قليل. انت بتتكلم على ثلاث دول رئيسيه هي امريكا والمكسيك وكندا، ومعاهم بيرو، ومعاهم جواتيمالا، ومعاهم خمس ست دول تانيين تقريبا. ده بطل الكونكاكاف اللي الاهلي قابل منه ثلاث ابطال، وثلاث ابطال تلقوا هزيمه على يد المارد الاحمر، اخرهم طبعا كان مونتري المكسيكي، واخرهم كان سياتل ساوندرز الامريكي، ومن قبله مونتري المكسيكي، ومن قبلهم كلاب ليون. اربع قارات ما فيش حد في ابطالهم قدر يتفوق على الاهلي، وبتكلم تحديدا على الجيل ده. بتكلم كلامي واضح وصريح على الجيل ده. الجيل ده اللي اخضع ابطال اربع قارات، او اخضع اربع قارات بانديتها مكتمله تحت السيطره. حتى في امريكا الجنوبيه، رغم ان يمكن الكفه تميل لصالح امريكا الجنوبيه، ثلاثة فوز لانديه او ابطال الكوبا ليبرتادورس على حساب الاهلي في مقابل فوز وحيد، لكن حتى في الثلاث ماتشات اللي احنا خسرناهم كنا الافضل وكنا الاقرب. وكان لو حاجات كتير صغيره اتغيرت كانت ممكن جدا القاره دي كمان تخضع للسيطره. فزت على بالميراس مره، وخسرت قدامه مره في ظروف كانت صعبه جدا على الفريق اللي سافر البطوله من غير معظم نجومه، وخسرت من فلامينجو في مباراه كنت متقدم فيها وكنت اقرب للفوز لولا سوء التوفيق ولولا حكم المباراه. وكلنا شفنا مباراه فلومينينزي والفرص الكتير المؤكده والمحققه اللي قدر يصنعها النادي الاهلي، بل انه كتير الحقيقه حتى من معلقي مباراه المركز الثالث والرابع
قالوا انه الاهلي كان الاحق والاقدر بالتتويج. هو الجيل ده اللي رفع سقف طموحات جماهير النادي الاهلي للدرجه اللي كانت مش راضيه قوي ومش مبسوطه قوي انها بتلعب ثالث ورابع في بطوله ايه؟ كاس العالم للانديه. ومطلوب مننا وهيحصل طبعا ان احنا نقفل صفحه كاس العالم ونروح لصفحه السوبر المصري. عندنا مباراه بكره قدام سيراميكا، قد طبعا يعني انت احسب كده عدد ساعات سفر الاهلي، احنا ما عدناش نص الموسم لسه، انت لسه بالاجنده ما عدتش نص الموسم، ابتديت في الامارات اعتقد في مواجهه اتحاد العاصمه، سافرت تنزانيا لعبت سيمبا في الدوري الافريقي، سافرت جنوب افريقيا، سافرت السعوديه، وبتسافر الامارات. دي رحلات المكوكيه، رحلات ابن بطوطه اللي بيعملها فريق النادي الاهلي. على كل الاحوال عندي كلام كتير لسه ما قلتوش، بس اسمحوا لي اروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في السادسه. على كل مستويات انا فرحان جدا لمارسيل كولر، ده بدايتها يعني الحقيقه حمله التشكيك والانتقادات يمكن يعني ممكن اقول كمان جزء من جماهير النادي الاهلي كانت مش راضيه عن مستوى الفريق، كانت مش راضيه على اسم مارسيل كولر. البطوله دي تحديدا جت عشان تاكد للناس كلها بشكل يعني لا يدع اي مجال للشك انه امكانيات مارسيل كولر كبيره جدا، وظهرت في ماتشات انا قلت لكم اصعب ثلاث ماتشات للاهلي الموسم ده كله، حط معاهم مباراه واحده رابعه تشيل حسابها او تعمل حسابها لو وصل الاهلي ان شاء الله وباذن الله هنوصل لنهائي دوري الابطال. دول اهم اربع ماتشات او اهم اصعب ماتشات في السيزون كله. فخلال 10 ايام انك انت تلعب ثلاث مباريات وتظهر فيهم، سيبك من النتيجه وسيبك من التتويج، في النهايه انت طلعت على منصه التتويج جنب بطل اوروبا وجنب بطل امريكا الجنوبيه، والدنيا كانت كرنفال لطيف جدا والعالم كله شافك. وطبيعي على فكره بالمناسبه، عشان في ناس من النهارده بتتكلم انه الاهلي تلقى عروض، طبيعي بعد الاداء المذهل اللي قدمه الاهلي في البطوله انه عدد كبير من نجومه يتلقوا العروض، بس اللي يهمك في النهايه انه الاهلي ما بيقفش على حد، وده مرتبط بالعقليه. يعني خد بالك في الاهلي القصه مش قصه كوره وامكانيات بس، في لعيبه كبيره جدا 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 مشيت من نادي الاهلي وكانت جماهير النادي الاهلي بتحبها بالمناسبه وزعلت انها مشت، لكن الاهلي ما تاثرش والاهلي ما خسرش، هم اللي خسروا. فالاهلي ما بيراهنش بس على امكانيات، الاهلي بيراهن على عقليه وبيراهن على شخصيه. الاهلي بيراهن على عقليه اللاعب وبيراهن على شخصيه اللاعب. وكتير من النجوم اللي انتم شايفينهم دول رفضوا اغراءات كبيره جدا ورفضوا عروض بملايين الدولارات على فكره، مش هقول اسماء، لكن في منهم كتير تلقى عروض بالدولار، وانت عارف النهارده الدولار بقى بكام، فالمليون دولار يعملوا كام، فالاثنين والثلاثه يعملوا كام، قبل البطوله وبعد البطوله، مش بتكلم بس بعد البطوله. في نجوم من نادي الاهلي تلقت عروض قبل كده مبالغ خياليه، لكن اصرارهم على ان هم يستمروا في الاهلي وان هم يجنبوا الماده حتى لو مؤقتا، بالمناسبه انت ما بتاخدش في الاهلي قليل. انت بتاخد شعبيه ونجوميه وجماهيريه وتاريخ هيكفيك بعد ما تبطل كوره لسنين وسنين. بره الاهلي بطلت كوره غالبا كم منسي، يعني لو حد افتكرك في الشارع يبقى كتر خير الدنيا. فهنا الرهان على العقليه، فرحان كمان لاكثر من لاعب على وجه الخصوص. يعني فرحان مودست طبعا دقيقتين خد ميداليه برونز، يا سبحان الله شوف الاقدار يا اخي. يعني كريم بنزيما وانجولو كانتي نجوم فرنسا ونجوم منتخب فرنسا ونجوم ريال مدريد ونجوم تشيلسي خرجوا من البطوله بدري بدري، ومودست لعب دقيقتين مع النادي الاهلي دقيقتين ما كملش الثالثه خد ميداليه برونز. لكن ما علينا، فرحان كمان لامام عاشور مان اوف ذا ماتش في مباراه اوراوا ريدز، اول مشاركه ليه في بطوله العالم للانديه، تتويج بمركز ثالث برونزيه، لعب مع الكبار، انه يدوق طعم النادي الاهلي في البطوله دي انا بيتهيألي هتفرق بشكل كبير جدا مع امام في الفتره اللي جايه. اكرم توفيق، محمد هاني العالمي، يعني محمد هاني في بطولات العالم كلها بيقدم مستوى يقول لك انت عندك باك يمين بمواصفات عالميه. نتمنى من هاني ان شاء الله باذن الله الكونسيستنسي، هنا فكره بقى انه يبقى في ثبات في المستوى، فكره ان احنا نشوف نفس المستوى اللي قدمه هاني على مدار 70 او 80% من ماتشات السيزون، هتاخد هاني في حته تانية خالص.
الشحات نجم طبعا كاس العالم، وحط الهدف الرابع ليه في تاريخه وتساوى مع تريكا في عدد الاهداف المسجله. الاهلي بالمناسبه وصل للرقم القياسي في عدد المباريات او عدد مشاركته في مباريات بطوله كاس العالم. الشناوي قائد وحارس عظيم. دايما كنت الحقيقه ببقى محتار مع الشناوي، لانه الاهلي طول عمره طول عمره في حراس مرمى عظام. يعني طبعا هيكل انا ما شفتوش برضه، بس اسمع انه كان واحد من اساطير حراسه المرمى. ابتديت كده اشوف اكرامي وثابت، والاثنين كانوا حراس ولا اعظم. من بعدهم شوبير، ومن بعدهم الحضري، ومن بعدهم لفتره امير عبد الحميد، ومن بعدهم محمد الشناوي، وحتى اكرامي الصغير لفتره من الفترات برضه. بس يعني ما كنتش بشوف حد الحقيقه. دي ده تقييمي، ده وجهه نظر شخصيه، واكيد طبعا في ناس كتير ممكن تكون تختلف معايا جدا. يعني طبعا اكرامي كان بيتقال عليه وحش افريقيا، ما شفتش اكرامي او ما حضرتش اكرامي الكبير قوي، بس الناس بتقول لك عليه كان وحش افريقيا، كان واحد من اجمد حراس المرمى في العصر ده في التوقيت ده. خدوا بالكم المقارنه دايما في توقيتات او في عصور مختلفه اكيد بيبقى فيها ظلم. الملاعب، طرق التدريب، وسائل التدريب، الاستشفاء، الحاجات دي كلها بتختلف. فبالتالي ما ينفعش تقيس بين او تقارن بين موهبه، ما ينفعش تقارن بين مارادونا وبين ميسي. بنقول السؤال ده في الميديا كنوع من انواع الشو يعني، لكن في النهايه ما ينفعش تقارن. الكوره اللي بنلعب بيها، الكوره اللي كان بيلعب بيها مارادونا مختلفه تماما تماما عن الكوره اللي كان بيلعب بيها ميسي او اللي بيلعب بيها ميسي دلوقتي. الكوره اللي احنا كنا بنلعب بيها زمان كانت حاجه تقيله، لو في حد شويت الكوره جات لك يعني شاطها جات في دماغك ممكن يجيلك ارتجاج في المخ، حاجه وزنها تقيل وحاجه صلبه جدا. الكوره دلوقتي ماتيريال ثانيه خالص، كنترول حاجه ثانيه خالص، النجيله حاجه ثانيه خالص. لكن الشناوي بالتاكيد بالتاكيد واحد من اعظم حراس المرمى في تاريخ مصر، مش في تاريخ النادي الاهلي. معلول استعاد جزء كبير جدا جدا من مستواه، هدف ولا اروع. زعلت على ركله الجزاء اللي ضيعها، لكن هو الحقيقه متاخرش وسجل واحد من اجمل اهداف النادي الاهلي في بطولات كاس العالم. مبروك مبروك، وفرحه اعتقد بطوله هنفتكرها كتير جدا، خصوصا يمكن سبحان الله ربنا منصف برضو عداله السماء زي ما بيقولوا. بصوا من اول السيزون ده في كلام كتير جدا ومقارنات كتير جدا حصلت، مش بس بين النادي الاهلي وبين الانديه السعوديه، لكن على الكره المصريه عموما والكره السعوديه. ويمكن من حظنا انه اتحاد جده يستضيف البطوله السنه دي، لانه لو الاستضافه ما كانتش في السعوديه ما كانش في فريق سعودي هيشارك في البطوله. هو شارك بحكم انه الدوله اللي بتستضيف بطوله كاس العالم للانديه، لكنه مش بطل اسيا. فمن حسن حظنا انه البطوله كانت في السعوديه. اللي حصل في السعوديه جاب من الاخر. يعني عشان اجيب لك كده من الاخر، انا كمان اللي حصل في السعوديه في البطوله دي تحديدا اكبر بكتير من مجرد برونزيه حققناها قبل كده في مشاركات كتير في بطوله كاس العالم للانديه. حط كل حاجه او رجع كل حاجه لنصابها الصحيح، وراهن على انه، وده درس الحقيقه بقى يعني اتمنى الكل يستفيد منه، واحنا رايحين على بطوله افريقيا كمان اقل من شهر. الروح والاصرار والعمل الجماعي، وانه الكل في واحد والواحد للكل، دي حاجات كانت من اهم مقومات نجاح النادي الاهلي في البطوله دي. اتمنى اشوفها في كل منظومه في مصر، يعني في اتحاد الكوره، في المنتخب اولمبي كان او منتخب اول. ده واحد من اهم عناصر النجاح، لانه الكوره مش بس فرديات ومش بس اسماء ومش بس مهارات، لا الكوره منظومه محتاجه شغل كبير جدا، ومحتاجه يبقى عندك الروح اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي، اللي في اوقات كتير جدا حتى مع المنتخب. احنا لما كسبنا افريقيا ثلاث مرات ورا بعض 2006 2008 2010 في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه ده، كان في اجيال عظيمه جدا جدا في الكره الافريقيه. نهائي 2006 هنا في القاهره كنا بنلعب اعظم جيل في كوت ديفوار. بيلعب في، مش بس بيلعب، لا دول اهم واكبر اسماء كنجوم في الفرق الكبيره جدا العظيمه جدا اللي كانوا بيلعبوا فيها في اوروبا. بس خدنا البطوله منهم، وتكرر ده بعد كده في 2008 في الكاميرون، و2006 و2010 في مباراه غانا. لعبت دوبت الفوارق، لعبت اثبتت ان روح المصريين لما بتبقى حاضره صدقوني بجد مش كلام. والحقيقه ده ما ينطبقش بس على الكوره، انا مش عايز اروح بيكم لبعيد عشان الوقت ما ياخدنيش وعندي اخبار، لكن ده ينطبق على كل مجال. المصري كواليتي، البني ادم المصري، الانسان المصري لما تحطه في التراك وتوفر له مقومات النجاح يهد الدنيا ويصنع المستحيل ويصنع المعجزات. طيب
الاهلي وصل طبعا الامارات بالامس، وفي اللحظات اللي انا بكلم حضراتكم فيها بيبدا تمرينه يعني. وطبعا يعني ما عندكش وقت وقدرك انك انت بتخلص بطوله كبيره في 10 ايام، لعبت 3 ماتشات في منتهى اقل من 10 ايام كمان، 15 حتى دي 15، البطوله بدات 12 لكن احنا بدانا 15 خلصنا 22، يعني في 7 ايام لعبت اتحاد جده، لعبت فلومينينزي، ولعبت اوراوا ريدز 3 ماتشات من العيار الثقيل، عشان تسافر بعدها من السعوديه للامارات تلعب ماتشين باذن الله، باذن الله يبقى لقب بطولة السوبر المصري أو كأس النخبة في شكلها الجديد يعني، أو كأس السوبر بمسماها القديم، مش عارف استقروا على إيه في الآخر، كأس سوبر النخبة، تلعب مع سيراميكا بكرة إن شاء الله، وإذا ربنا أكرمنا في مباراة الغد نلعب إن شاء الله النهائي أمام الفايز من مودرن فيوتشر وبيراميدز. المباراة اللي هتتلعب بكرة بالمناسبة أقول لكم ماتش بيراميدز ومودرن فيوتشر هيكون الساعة 4 بتوقيتنا في القاهرة، دي طبعا لقطات من التمرينة بتاعة النهاردة زي ما حضراتكم شايفينها، واعتقد انه في مساحه كبيره جدا لمشاركه اسماء، يا اما شاركت وقت قليل يا اما ما شاركتش خالص في بطوله كاس العالم للانديه. عندك اكرم ممكن جدا احتمال يبدا بكره مكان هاني، ربيعه ممكن يبدا بكره، كريم الدبيس ممكن يبدا بكره، اليو ديانج في خط النص ممكن، انا بقول اللعيبه اللي عندها فرص البدايه، لانه اعتقد كولر هيريح اكتر اللعيبه اللي لعبت الثلاث ماتشات. والله يقول لي لا شوبير ما يبداش بكره، عندك مجدي قفشه في نص الملعب، اليو ديانج ما لعبش، عندك كريم وفؤاد وطاهر ما خدوش يعني ما خدوش وقت كبير، فبالتالي مش مجهدين قوي، مودست ممكن يكون ليه نصيب في البدايه على الاقل في مباراه بكره، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يكون لينا كلام تاني في مباراه بيراميدز، لكن في النهايه عندك اسماء كبيره قوي تراهن عليها. ده طبعا مارسيل كولر النهارده في المؤتمر الصحفي بيقول مواجهه سيراميكا كليوباترا لن تكون سهله، نسعى بقوه للفوز باللقب ونحتاج لجماهيرنا غدا في ملعب المباراه، النقله من السعوديه للامارات مش هتختلف كبير وزي كتير، وزي ما المدرجات اتملت في السعوديه هتتملي باذن الله في مباراه بكره في الامارات في ابو ظبي تحديدا، ان شاء الله كل التوفيق للاعبتنا وجماهيرنا، اثق في اللاعبين وانهم سيبذلون اقصى ما لديهم من منطلق المسؤوليه التي تقع على عاتقهم وسيكونون في كامل تركيزهم غدا إن شاء الله، لا مجال للتهاون أو تقديم أعذار أو الشكوى لأي سبب، السوبر بطولة مهمة ونسعى إلى الفوز بها. يعني أعتقد أنه بطولة رد الاعتبار لمارسيل كولر، على الرغم الحقيقة منه يعني أنا قلت أنه أسرع مدرب على مدار تاريخ في اللي أنا شفته يعني، رغم في أسماء كبيرة جدا أكبر من مارسيل كولر كتير جت الأهلي وتولت مسؤوليته، لكن ما فيش حد نجح في انه يكسب ثقه الجماهير بالسرعه اللي اكتسبها مارسيل كولر، ورغم كده بدايه الموسم كانت صعبه عليه وعلينا كجمهور، وتعرض لانتقادات كتير وتعرض لتشكيك كتير جدا في امكانياته وقدراته، كان الرد الحقيقه في الملعب، وكان طبعا دي لقطات من المؤتمر الصحفي طبعا اللي حضروا مستر مارسيل كولر ومحمد الشناوي نجم النادي الاهلي وقائد الفريق، وبالتاكيد طبعا مهمه ليست سهله على الاطلاق، انا متخيل طبعا انك انت تبقى جاي من اسبوع مشحون بالشكل ده وتسافر من بلد لبلد عشان تحضر في يعني وقت قليل جدا لمباراه سيراميكا كليوباترا، فريق كويس، فريق عنده لعيبه كويسه، فريق عنده دوافع كبيره جدا، بتنقل نقله صعبه شويه معنويا على الاقل، انت جاي من بطوله كاس عالم فهتلعب سوبر محلي، بتبقى شويه يعني مش احسن حاجه، تحس ان في داون جريدنج كده، تحس ان في هبوط بالباراشوت، لكن في النهايه جمهور النادي الاهلي عايز اللقب وجمهور النادي الاهلي عايز البطوله، ما عنديش شك كمان ان اللعيبه بعد كرنفال كاس العالم ممكن يعملوا له كبوه كده او كبوه كده، اعتقد ان النتيجه الطبيعيه باذن الله هي الفوز بالبطوله وتتويج النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. طيب خليني اقول لكم اوعدي سريعا على كاس الرابطه، كاس الرابطه طبعا اللي اعتذر عن الاهلي عن المشاركه فيه، قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب وبالتنسيق طبعا مع عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات أنه كأس الرابطة تنطلق يوم 7. بالمناسبة إحنا بعد السوبر كان مفترض أن هنلعب الأهلي كان هيلعب مباراة في الدوري، أو الأربع فرق مش بس الأهلي، الأهلي وبيراميدز وفيوتشر مودرن فيوتشر وسيراميكا كان ليهم 4 ماتشات في الدوري المصري يوم 2، واحدة من الجولات المؤجلة، لكن بناء على طلب فيتوريا عنده معسكر يبدا استعدادا او تحضيرا لامم افريقيا يوم 3، فطلب من
رابطه الانديه انها تاجل الماتشات دي، واستجابت لجنه او رابطه الانديه لطلب مارس لا مش مارسيل كولر، مارسيل كولر يخصنا احنا، لوي فيتوري المدير الفني لمنتخب مصر، طلبوا انه يلغي الماتشات دي عشان اللعيبه ما تبقاش مجهده وعشان يبداوا مرتاحين يخشوا بقى في التركيز لملف امم افريقيا ان شاء الله بدايه من معسكر يوم 3. اختم مع مو صلاح لانه يستحق الحقيقه انجاز جديد ولقب جديد او رقم جديد كان حققه قبل كده، ودخل ضمن قائمه الافضل 10 هدافين في تاريخ البريمير ليج في انجلترا، متساويا او معادلا لرقم الاسطوره مايكل اوين نجم نيوكاسل يونايتد ومن بعده نجم المان يونايتد اللي سجل 150، وكان صلاح سجل اعتقد كريستال بالاس الهدف رقم 150 وتساوى مع اوين في المركز العاشر في القائمة، لكنه بهدفه الأخير تفوق على مايكل أوين، ومايكل أوين خارج القائمة العشرة العظام في بطولة البريمير ليج، وصلاح منفردا دلوقتي بهدف رقم 151 يحصل على المركز العاشر، وما زال في الطريق بقية، وما عنديش شك أنه حلم صلاح أنه بإذن الله يروح لبعيد عن مشاركة الأهلي في كأس العالم والمكاسب. خد بالك مكاسب الأهلي في بطولة كأس العالم في المقدمة كده في البرواز ميدالية برونزية، لكن وراها مكاسب كتير جدا، حدث ولا حرج. وعن مشاركة الأهلي في بطولة النخبة الوضع وسقف التوقعات والحالة قبل كأس العالم، وتبص على مشوار الاهلي في البطوله وتيجي تشوف خلصنا البطوله ازاي، تعرف قد ايه انه في 7 ايام الاهلي قادر على تحويل الدفه بنسبه او بدرجه 180 درجه. اللي حصل حقيقه في السعوديه على مدار 3 ماتشات هي مشوار الاهلي للوقوف على منصه التتويج والحصول على الميداليه البرونزيه الرابعه مش ابدا لا من فراغ ولا من محض الصدفه. ده بالتأكيد بيأكد على حاجات كتيرة جدا مش ممكن تشوفها إلا داخل النادي الأهلي. واحد من نجوم جيل بالمناسبة 2006 واللي حط الأهلي على أول طريق العالمية واللي جابوا أول ميدالية في تاريخ النادي الأهلي في منافسة بطولة العالم للأندية، كابتن عبد الله جلال هو ضيفي النهاردة في السادسة. أرحب بيه وأقول له ألف مبروك على الميدالية البرونزية الرابعة اللي أنتوا مهدتوا الطريق ليها وعودتوا جماهير النادي الأهلي على المشاركة وانتظار مشاركة الأهلي كل سنة في بطولة كأس عالم الأندية. يعني ليا الشرف ان اكون موجود معاك كالعادة يا استاذ احمد، والف مبروك لجماهير النادي الأهلي، خاصة جماهير النادي الأهلي اللي دايما متعطشة لإنجازات النادي، وهي دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى في انها سبب في انها دايما في ظهر الكيان الموجود النادي الأهلي، وهي الداعم الأساسي للعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، فببارك لهم على الميدالية البرونزية الرابعة. احنا كجيل ذهبي حطينا زي ما بيقولوا كده حجر الاساس، والبيت الاجيال يعني اللي ورانا كملت وان شاء الله. الجيل ده استثنائي برضه يا كابتن عبد الله، يعني الجيل اعتقد ده 4 مشاركات ورا بعض، 3 برونزيات ومربع ذهبي ومركز رابع. يعني هو حظه ونصيبه ان هو دايما ان البطولات او زي ما بيقولوا كده بايه، بس انتوا خدتوا الدلع كله، مضغوط، انتوا خدتوا الدلع كله. الجيل ده ما شافش دلع بصراحه، الجيل ده شقيان بقى له 4 مواسم، يعني ما فيش رحمه ولا هوادة زي ما بيقولوا. المشكله بقى انا بقول لك لسه بقول لك حظه غير حظنا، يعني احنا جت علينا وقت برضو زيهم كده ما بناخدش برضو راحه. ليه؟ يعني احنا كنا بنرجع برضو من افريقيا نخش على كاس العالم للانديه بيضغط لنا ماتشات، بس ما كانتش بالمعدلات اللي موجوده دلوقتي. حتى ضغط البطولات دلوقتي بقى عندهم، ما عندهمش سبيل ان هم يحتفلوا ببطوله او انجاز، فيا دوبك بيفرح في الاتوبيس شويه زي الفيديوهات اللي احنا شفناها، بيطلع على المطار بيخش على بطوله تانية، فده حظه. وده زي ما بقال كده برضو شفت تصريح لقفشه، لاعبي النادي الاهلي دايما مميز، مميز عن كل الانديه اللي حواليه، حتى القارات اللي احنا بنلعب فيها الانديه الثانيه. مميز في ان هو عنده ضغط عصب بيعرف يتعامل معاه، مميز ان هو بيشارك في كم بطولات لازم يحارب وياخد منها اكبر قدر، مميز ان هو دايما رافع اسم النادي اللي بيلعب فيه في كل المحافل الدوليه واخرهم كاس العالم للانديه. الحمد لله ربنا كلل مجهود اللعيبه ومجهود الجهاز الفني ومجهود مجلس الاداره على الاقل ان هو خرج بالبرونزيه. انا عايز اخش معاك اوضه اللبس
قبل البطولة. يعني كنت بشوف انه البطولة دي بالذات دونا عن اي بطولة تانية، احنا مش اول مرة ناخد برونزية، احنا متعودين دايما على الاقل نبقى بين الاربعة الكبار. والجيل ده تحديدا خد برونزيتين قبل كده مع بيتسو موسيماني، وكنا قريبين من البرونزية التالتة السنة اللي فاتت قدام فلامينجو، يعني لولا يعني ما علينا مش هرجع للاسباب. لكن قبل البطولة دي تحديدا بقى ده يعني ده الاختلاف اللي انا شايفه المرة دي، او ده اللي مدي شويه لمعان ورونق كده للي حصل في البطوله الاخيره. قبل البطوله دي كان في حاله تربص كبيره جدا بفرقه النادي الاهلي، بجهاز النادي، الجهاز الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر. ناس كتير جدا كانت متوقعه انه الاهلي بالحاله اللي ظهر عليها في الدوري الافريقي وفي الدوري المحلي قبل ما يسافر رايح هناك، عشان انا اسف يعني يخرج بفضيحه، وفي ناس كتير جدا كانت مستنيه ده. المقارنات اللي حصلت ما بين الأندية المصرية والأندية السعودية، ما بين جماهير اتحاد جدة وجماهير نادي الأهلي قبل البطولة، ادت إحساس كده إن لا القصة غير. فيعني عايشت كده في أوضة اللبس واللعيبة بتتكلم مع بعض قبل انطلاقة البطولة. هو عامة يعني طبع لعيبة النادي الأهلي دايما لازم يبقى، مش هقول لك لهم قائد ولا حاجة، بس سمة أوضة اللبس دايما في النادي الأهلي، النجوم الكبيرة دايما بتبقى لما الفرقة بكل تفاصيلها، كل لعيبة وبالذات في الجيل اللي موجود ده، ويمكن برضو على ايامنا، لان السيستم واحد جوه اوضه اللبس ما بيتغيرش، بتتغير اللعيبة وبتمشي وناس بتيجي وكله بيخش تحت منظومة واحدة، الا وهي ان انا كل بطولة بشارك فيها لازم بلعب عليها وباخدها، ما خدتهاش لازم اطلع زي ما بيقولوا كده ايه، مش هقول لك بس المنظر بتاع النادي الاهلي او الاداء اللي هو يقول النادي الاهلي كان يستحق البطوله دي، ده اقل وادنى درجات ان انا اخرج من البطوله منها. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجيل ده، وخلينا نتكلم على الجيل ده، زي ما قلنا في الاول كده ضغط البطولات عنده مخليه دايما في حاله تركيز. ايوه. وخاصة خلينا نرجع كده شهرين ثلاثة كده مع بداية الموسم، مع فترة الإعداد بدأت الإعلام يتكلم برضو على لعيبة النادي الأهلي، أصل هم مش مركزين، وبعد كده رحت أنت داخل في خسارة السوبر الأفريقي، وراها خسارة الدوري الأفريقي بالسيستم بتاعه برضو، اللي هو أنا بقول أسوأ سيستم بطولة اتعمل بالنظام اللي اتعمل بيه كلنا، والأهلي يعني هقول شارك فيه بس مجبر زي ما بقوله كده. دي حاجة. الحاجة التانية، عشان أعوض خسارتين ورا بعض أو بطولتين أنا شاركت فيهم، فكم الضغط العصبي وكم الضغط الإعلامي هيبقى موجود على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي دايما الناس متعودة عليه أو الإعلام متعود عليه أنه دايما هو نمرة واحد. فأنت خسرت بطولتين، لا هو خد ده كمان في وقت قصير، نمرة واحد بيخليها الناس تتكلم كتير. نمرة واحد دي بتخليك هدف وبرضه مطمع للناس أنها يعني لما تتعرض لاخفاق او تحس انه يبقى في دروب في المستوى، في ناس كتير بتبقى عايزاك تكمل، يعني تكمل عليك. هو ده اللي انا بقول لك، انت في خساره بطولتين ورا بعض وانت بتتكلم ان انت بقى انا عندي طلبات وانا مش عارف ايه، لا ده خد بقى عندي بقى الاسوأ، ان انا هشوف ايه هي او ايه هو السيناريو اللي ممكن تكون متكرر، وانا بقول بيتكرر كمان بيتكرر، ونحاول نعمله تاني، الا وهو ان احنا نهاجم المدير الفني. المدير الفني يا جماعه انا عايز اقول يعني مستر كولر كان الله في عونه الفتره اللي فاتت دي كلها، في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا الراجل مضغوط، الراجل بيعمل كل انا شايف، انا راجل معلش لعبت مع الجيل الذهبي من النادي الاهلي، ولعبت مع اعظم مدرب دخل في تاريخ النادي الاهلي او من اعظم مدربين دخلوا تاريخ النادي الاهلي، مانويل جوزيه، مانويل جوزيه برضه يعتبر، او مارسيل كولر يعتبر النسخة الثانية من وين جوزيه، شايفه مدرسة في حتة قوة الشخصية بين اللعيبة، حتة مش هقول لك بقى يعني في فروقات شوية، بس إلى أقرب. أنت كنت بتخافوا من جوزيه؟ شخصية قوية جدا، يعني بتعمل يعني في فرق بين إذا كان نجوم الفرقة نفسهم نجوم الفرقة نفسهم كانوا بيخافوا منه وبيعملوا له حساب، مش خوف. أي أنا فاهم لا طبعا، خوف ان هو ليه كاريزما وليه طريقه في التعامل بتجبر اللاعب ان هو يطلع افضل ما عنده جوه التمرين قبل الماتش،
يعني النجوم دي اللي احنا كنا انا نفسي يعني ليه شرف انا لعبت معاه ابو تريكه وبركات وائل جمعه. هتقولنا كده صوره جيل الجيل اللي حققوا البرونزيه لو ما اتمرنوش انا بقول لك اهو بره على الدكه ويمكن بره السكور. احنا كان يعني التمرين اللي هي داخلين فيها المعسكر التمرين الخفيفه زي ما بيقولوا كده كان بنتمرن تمرينه جامده دي حاجه. الحاجه الثانيه بنطلع كل اللعيبه تدور على اللوحه بتاعت السكور شيت بتاع الماتش كل واحد بيدور على اسمه فعلا. يعني ابو تريكه كان يجي يطمن على اسمه وبركات يجي يطمن على اسمه وائل جمعه يجي يطمن على انه ممكن يبقى اختار الراجل لان هو برده ملوش بتاع ملوش عزيز. ده دي اول برونزيه في تاريخ النادي الاهلي. دي اول برونزيه 2006 دي ده من اليمين كده يعني احمد شديد طارق السعيد اكوتي احمد منسى انا فلافيو محمد صديق مستخبي ده صديق اللي هو جنبك ورا فلافيو بيوشش فلافيو بيقول له حاجه او مش عارف كان تقريبا بيبص على الميداليه. دوائر الرياض اللي مغمض الرياض عماد النحاس وائل جمعه شادي محمد اسلام الشاطر استاكوزا احمد حسن استاكوزا كان في كاس العالم برضه صح؟ ما كانش في القائمه بس كان مستر مان اللي خده معانا برضه امير عبد الحميد احمد السيد وامير عبد الحميد دول اللي ظهروا في وانتوا رايحين البطوله دي كنتوا متوقعين انكم يعني توصلوا لمنصه التتويج في النهايه؟ هو ايه اللي قاله لكم نمره واحد نمره واحد كنا رايحين لان البطوله اللي قبلها كان فيها اخفاق بشكل مش كويس يعني دي البطوله اللي خسرنا فيها من الاتحاد ده 1-0 في اول محمد نور فهو القصه كلها نمره واحد ان انت رايح تعدل الصوره اللي اتخذت عنك او الانطباع اللي اتخذ عنك في مشوار كاس العالم في اول بطوله. لا هو قال لكم ايه؟ جوزيه قال لكم ايه؟ ما هو نمره واحد بص اول كلمه اكد عليها وده كل المدربين واسال مستر مارسيل كورة هيقول لك صدق نفسك كلاعب كبير هتوصل لابعد مدى وممكن توصل كمان ان انت تلعب نهائي كاس العالم. انا افتكر في ماتش من الماتشات اللي هو انت قدام انترناسيونالي كنا بنلعبهم في قبل النهائي لما الجول بتاع باتو لما احرز فلافيو الهدف بتاع التعادل كل هو كلمه واحده بس اللي لف لينا هو قبل ما يفرح حتى واحنا كنا دايما على طول بنحب نحضنه اي لعيب بيحرز هدف بيروح يحضنه لان كان في علاقه وثيقه بين اللعيبه والجهاز الفني وخاصه هو كان بيقول كلمه واحده بس بيليف صدق صدق ان انت تقدر توصل صدق ان انت لعيب كبير صدق ان انت تقدر تحقق يعني كلمه بيليف دي في حد ذاتها ان انت اعمل يعني زي ما بيقولوا كده طلع كل الطاقه اللي جواك هتوصل ابعد مدى زي ما كده الماتشات اللي فاتت كلها والبطولات اللي فاتت وخاصه البطوله الاخيره دي لو كل لعيب فعلا صدق واخلص وطلع كل اللي جواه فعلا هتوصل لابعد مدى. عامل التوفيق والنتائج او ما ساعدتش ان انت توصل للنهائي عامل التوفيق هنا بيجي بقى ان انت بقى ممكن مثلا الظروف الخارجيه ما ساعدتكش الظروف نفسها في ان انت مثلا ممكن في بعض اللعيبه مش هقول اللعيبه كلها اثرت في وقت ما فانت عشان تصلح وصلت عند الاختبار النهائي وصل بقى حته اللي بتاع عامل التوفيق برده ممكن انت برده تعمل كل حاجه وما تدخلش الكره الجول برده ده في حد ذاته ان انت اجتهدت وتعبت فانت وصلت عند المدى اللي انت تعبت واجتهدت عنده. القصه كلها برده مانويل جوزيه كان بياكد عليها معانا على طول قصه ان انت لازم تتحرر من الضغوط جوه الملعب ما تبقاش خايف ما تبقاش تلعب كورتك دايما تسمع التعليمات دايما تقرب من زميلك دايما تبقى مثلا ايه زي ما بيقولوا كده الفرصه اللي هتجيلك اعتبرها اخر فرصه في المباراه هي دي اللي هتوصلك لابعد. الملفت كمان بالنسبه لي في القصه دي انا ما عنديش شك انه اي لعيب بيلبس تيشرت النادي الاهلي في الجيل ده او في اي جيل تاني ما دام وصل للتيشرت يبقى هو من ناحيه الامكانيات لعيب كوره كبير جدا. لكن انا كمان شايف انه بيبقى فيه عارف يعني ابس اند داونز يعني في اوقات كتير جدا تلاقي لعيب كويس جدا وكلنا متفقين لعيب كويس جدا بيرسي تاو مثلا تاو مش خد احسن لاعب في قاره افريقيا السنه دي اول ما جه الاهلي ما كانش ناس كتير تقول لك يمشي في ناس كتير في ناس كتير من جوه النادي الاهلي بيقول انا مش مقتنع بالصفقه دي انا عايز بيرسي تاو يمشي. النهارده بيرسي تاو واحد من افضل لعيبه في النادي الاهلي وكان مفتاح كبير في السنه اللي فاتت في تتويج بلقب افريقيا الشحات لعيب كبير ساعات ابس اند داونز. الفكره بقى هنا انا بشوف واحد من اهم مكاسب البطوله دي
انه اللعيبه كلها بدون استثناء، يعني صعب تطلع لي لعيب ما كانش موفق او لعيب ما كانش في فورمته. الفرقه كلها اللي كانت تضرب اخماس في اسداس قبل البطوله مره واحده كلهم توب فور. دي بالنسبه لي لعيبه ولا جهاز فني ولا الدوافع اللي موجوده عشان في بطوله العالم، يعني شفتها ازاي؟ عيب وقفه الكره المصريه، وهفضل اقولها بعيد عن اهلي وزمالك واي متاع، هو لعيب الكوره لما بتحطه تحت ضغط في بطوله مجمعه هتاخد منه احسن حاجه. منتخب مصر ما بيظهرش بمستوى كويس غير لما بيروح بطوله امم افريقيا وبيوصل لابعد مدى فيها. ليه؟ بتقفل على اللعيب بتاعك، اللعيب بيبقى في كامل تركيزه، تركيزه ازاي؟ محاضراته، اكله، شربه، نومه تحت السيطره. لكن طول ما انت الدنيا مفتوحه لعيب الكوره مش تحت السيطره. مش هقول لك مش تحت السيطره، في بيبقى انا بقول لك في بيبقى عامل نفسه فعلا كنترول كده لنفسه، بيحافظ على نفسه والكلام ده كله، بس في نفس الوقت الكوره دي اسمها لعبه جماعيه. انا ممكن اكون محافظ على نفسي، اللي جنبي محافظ على نفسه 50%، اللي قدام ده مش محافظ على نفسه خالص، وبالتالي احنا بنكمل بعض، ادوارنا بتكمل بعض. عشان كده دايما اقول ايه، البطولات المجمعه وخاصه البطولات اللي هي عالميه وبتظهر وممكن تظهر وتلمع اللعيبه، هتلاقي اللعيب بيشحن تركيزه، بيطلع احلى تركيزه، بيطلع احلى كوره واحلى اداء عنده. ومع ذلك ان انت برضه هتيجي تقول لي طب ما انت في دوري ابطال افريقيا ما اللعيبه برضه بتقدم بشكل كويس، وفي الماتشات الاقصائيه بالذات بتظهر في، احنا بنقول برضه ان الماتشات الاقصائيه زيها زي البطولات المجمعه، بتطلع اقصى حاجه عندك عشان هتوصل بعدها على طول للمنصه بتاعت الذهب، فالطبيعي ان اللعيب هيطلع احلى جوده واقصى حاجه واقصى مجهود عشان يوصل. يعني باختصار طول ما هو عارف ان في فرصه للتعويض بيبقى مريح شويه، يعني لحد ما ممكن بيقيسها زي ما بيقولوا كده، بيقيسها بجوده الفريق اللي انا بلعب قدامه. يعني مثلا هديك مثال برضه، خد بالك برضه جمهور الاهلي غير، يعني جمهور الاهلي مش بس بيتفرج عشان المكسب، جمهور الاهلي بيستنى ماتش الاهلي عشان ياخد حقنه كره 90 دقيقه تصبره للماتش اللي بعد منه. ما هو دي بقى ترجع بقى النقطه، انا فاهمك انا يعني فاهمك. يعني انت جبت جونين وخلصت الماتش بدري وفاضل لسه 80 دقيقه، هتقعد بقى ايه لغايه لما الحكم يصفر؟ هو مستني الاداء. هو انا بقول لك هو جمهور الاهلي طماع، جمهور الاهلي طماع، وعشان كده بيجبر اي جهاز فني واي مدير فني واي لعيب بيلبس تيشيرت النادي الاهلي انه دايما طول ال 90 دقيقه، مش طول ال 90 دقيقه ده، اول من اول صفاره لغايه اخر صفاره من الحكم، ان انت تديني اداء ونتيجه. طيب النتيجه ما جاتش، اديني اداء عشان اجي اسقف لك اقول لك صح متفق معاك كويس وزي الفل وانت كنت راجل في الملعب النهارده واديت اللي عليك. حته بقى التوفيق او عدمه دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ان هي الكوره مش عايز تدخل، لكن انت بينت لي ان انت عايز تعمل حاجه جوه الملعب، عشان كده جماهير النادي الاهلي دايما بتبقى متعطشه. هاخد منك تقييمات سريعه كده عشان اقفل ملف كاس العالم، مضطر اقفل، انا كنت عايز اعيش على ملف كاس العالم ده اسبوع الحقيقه، ونستاهل يا جماعه، فرحه جمهور النادي الاهلي كبيره جدا، لكن مضطر نقفل كاس العالم عشان عندنا مباراه مهمه جدا وعندنا بطوله مهمه جدا وعندنا لقب بيفصلنا عنه بالظبط حوالي 4 ايام، 2 3 4، وباذن الله الخميس نكون بنحتفل باذن الله ان شاء الله بلقب السوبر في شكله الجديد. خلينا نتكلم على، هسمع تقييمات سريعه الاول من كابتن عبد الله جلال، وبعد كده نقفل صفحه كاس العالم ونروح لمباراه سيراميكا وبطوله كاس النخبه بس بعد الفاصل. تقييمات سريعه كده ونسمع راي كابتن عبد الله جلال، افضل مباراه للاهلي في مشواره بطوله كاس عالم. والله انا شايف الثلاثه احلى من بعض والله، بس عايزك تختار لي واحده شفتها الافضل من حيث كل شيء. يعني ممكن نستبعد فلورنزي لان النتيجه ما كانتش، رغم ان احنا كنا الاقرب والافضل لولا يعني عدم التوفيق او يعني الاستهتار او غياب التركيز، كان ممكن يعني جدا مميزه بالنسبه لي اتحاد جد. اتحاد جد افضل مباراه، افضل مباراه. اثنين من لعيبه الاهلي خدوا معانا في ذا ماتش، في المباراه الاولى كان مروان عطيه، في المباراه الثالثه كان امام عاشور. من وجهه نظرك انت افضل لاعب في الثلاث ماتشات، افضل لاعب في الثلاث ماتشات؟ يعني انا شايف بالنسبه لي، مش عشان بس تحيزه ان انا مدافع، بس شايف ياسر ابراهيم بصراحه. ياسر ابراهيم شايف هو نجم الفريق في البطوله، كان ماشي بشكل. وعلى فكره من ضمن الحاجات برضو يعني اللي جت لي ساعه الماتش، اول ما احرز الهدف الاولاني قلت احنا نكسب 4، لان انا يعني شفت ماتش
الهلال السعودي في برضه في مباراه اوراوا ريدز. فحسيت ان هو الماتش هيخلص كده. هو بقى تاني اكتر مدافع سجل اهداف في بطوله كاس العالم للانديه بالتساوي مع راموس مدافع ريال مدريد. وعلي معلول كمان، لان علي معلول حط الهدف الرابع. هدفين، فبرضه مدافع بيسجل في بطوله كاس العالم. افضل هدف سجله بالمناسبه البطوله دي من اكتر البطولات ان لم تكن اكثرهم فعلا، من حيث تسجيل عدد اهداف في البطوله. يعني انت في البطوله رغم انك انت شاركت ماتشات اقل، يعني انت البطوله اللي فاتت لعبت فيها 4 ماتشات، 3 اوكلاند، 1 سياتل ساوندرز، و فلامينجو. سجلت في فلامينجو 2 وريال مدريد جون، يعني مدريد. تقريبا 7 اهداف، نفس المعدل تقريبا، بس المره دي 7 بس في عدد ماتشات اقل. عدد ماتشات اقل صحيح، ودي تدي خلي بالك انطباع كويس او تدي حاجه كويسه، ان انت في ظل بقى الاعلام بيقول ان في هبوط مستوى قبل البطوله، انت داخل بتفجر نفسك في بطوله قويه بتلعب فيهم اقوى 3 ماتشات، اقوى من الماتشات حتى انا شايف ان اقوى من الماتشات حتى في المسابقات كاس العالم للانديه او اللي هم اللي فاتوا في السنين اللي فاتت. 3 فرق لا، مونتيري والهلال كانوا صعبين برضو، بس انا شايف مونتيري انت كسبت مونتيري وانت ناقص نص فرقه، يعني دي ممكن تقول مباراه، لكن انا بكلمك بلوك كله على بعض كده، باكج كده كله على بعض كده، 3 ماتشات الـ3 اقوى من بعض، ومحدش يجي يقول لي برضه اصل فلومينينسي دول كبار السن ومش عارف ايه والكلام ده كله. بطل امريكا الجنوبيه ده كان بيلعب مانشستر سيتي في السكس يارد بتاعه، بيلعب زي ما الناس كلها قالت كره شوارع. ماشي كره شوارع، بس كان بيلعب كوره. بيلعب كوره، لا ويكفي ان هو بطل امريكا الجنوبيه يعني. وهو وخلي بالك هو سيستم برضه دلوقتي، ان انت بتبني كره من تحت وتطلع بيها، دي برضه ده سيستم لعب في التدريب دلوقتي. لا هو يعني مدير فني، اللي معاهم بصراحه مدير فني محترم جدا. طيب خليني اروح، بس قبل ما اروح لماتش بكره، انا كنت خايف جدا من قبل البطوله دي، لان انا عارف ان احنا هنخلص السعوديه نسافر الامارات نلعب بطوله تانية من ماتشين، فتعتبر بطوله مجمعه برضه. بس انت في خلال اسبوع زي ما كنت لسه بتقول لعبت 3 ماتشات صعبين جدا، هل ممكن يبقى في فاتوره لفكره المجهود البدني ومستوى؟ انا عارف اللعيب لما يبقى في قمه تركيزه 3 ماتشات بيلعب فيهم فرق بحجم اتحاد جده وفلومينينزي واوراوا ريدز، عشان يخلص ده يخش في بطوله ثانيه يجدد دوافع ويستمر على نفس المستوى البدني والمستوى التركيز، اعتقد في فاتوره. هي دي بقى راجعه بقى للمدير الفني نمره 1، ثم اللعيبه نمره 2. الدوافع كده كده موجوده، طول ما في حاجه اسمها بطوله او انت بتقول له انت بتلعب على بطوله، اللعيب هيفضل حاطط في تركيزه ان انا هلعب عليها، وهلعب عليها عشان اخدها، مش هلعب عليها عشان ادي وخلاص وخلصنا. لا، انا بلعب عليها عشان اجيبها، دي نمره 1. نمره 2 زي ما اشتكى مستر كولر في قبل ماتش فلومينينسي، ان انا هم 48 ساعه برضو نفس الحال دلوقتي، ان مفيش وقت ان انا اصلح اخطاء، مفيش وقت ان انا امرن حتى اللعيبه بتاعتي واستعيد العافيه واستعيد اللياقه البدنيه اللي هي تسمح لي ان انا العب اللعيبه بتاعتي. مش هنكر ومش هاجي اقول مثلا لا ده في لعيب اساسي وفي لعيب احتياطي، النادي الاهلي بمن حضر، بس هنرجع نقول مش كل اللعيبه زي بعضها، في درجات متفاوته، ودي بلسان حال الجمهور نفسه. زي مثلا سي من اللعيبه، مش عايز اجيب اسامي اللعيبه، بس يمكن اقول مثلا هل لما حسين الشحات يلعب زي ما مثلا كريم فؤاد يبدا في مكانه، الطبيعي ان انا كجمهور هاجي اقول لا والله كان نفسي حسين الشحات يلعب ده طبيعي، ده طبيعي. بس انا بتكلم في ان انا كمدير فني الطبيعي ان انا هدور على الاجهز. خلي بالك انا اقول لك حاجه، انا لسه في اول حلقه بقول انت عندك فرقه تانية ممكن ما تكونش عندها نفس الكم من المستوى او يعني حجم الاجهاد. يعني مثلا انا مش بقول انه ده اللي هيلعب بيه بكره مستر كولر، بس انا بقول لك طبيعي، انا عايز اقول لحضرتك بس ان طبيعي ان هيحصل. انا فاهم روتيشن، انا ممكن بكره لو حاطط لك على الورق كده تشكيل مثلا مصطفى شوبير يلعب قدامه رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، وعلى الطرف اليمين اكرم توفيق، وعلى الطرف الشمال كريم الدبيس، تمام،
احط ستة اليو ديانج، واحط قدامه اتنين عمرو السولية ومحمد مجدي قفشه، تمام، واحط وينج شمال كريم فؤاد، وينج يمين طاهر، راس حربة انتوني مودست. انا ما ذكرتش ولا اسم من الاسماء اللي بذلت مجهود مجهود كبير في البطوله دي، ورغم كده كلهم لعيبه على اعلى مستوى على اعلى مستوى وجوده عاليه. وخلي بالك انت لو بصيت على التشكيل اللي انت حطيته هتلاقيه هيأدي وهيمشي بنفس السيستم بتاع مستر كولر اللي هو حطه بطريقه اللعب اللي هو حاططها وهيأدي، بس هيحصل خلل بسيط ان انت مش التروس مش هتمشي بنفس زي ما انت عايز. ليه؟ في ناس منهم يعني الى حد ما بعيد عن المشاركه. بعيد عن المشاركه. مين بعيد عن المشاركه؟ باستثناء خالد عبد الفتاح مفيش حد بعيد يعني عن المشاركه. يعني خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه برضو انا بالنسبه لي عمرو لعب في كاس العالم. ما هو انا مش هلعب على 10 دقائق ولا الخمس دقائق لو كان بينزلهم في اخر 10 دقائق. دي انا بالنسبه لي كمدير فني انا ما اقدرش، لا ده دي انا ممكن اعامله بها نفسيا. بنسبه كام في المية تتوقع تغييرات في تشكيله الاهلي في مباراه بكره؟ او يعني الحد الاقصى للتغييرات. الحد اقصى ممكن 60% من يعني خمس ست لعيبه. في خمسه او ست لعيبه هيبقى هيريحوا بكره. ماتش سيراميكا صعب. سيراميكا مقدم موسم كويس السنه دي، فايق بشكل كبير، عنده لعيبه كتيره مميزه، وبيتهيألي حجم الدوافع يعني. وانت رايح كاس العالم كاهلي، رايح تلعب ابطال العالم في بطوله مجمعه، عندك دوافع كتيره جدا. انا بشوف انه على نفس سكيل يعني او نفس القياس ده، سيراميكا رايحه تلعب بطوله النخبه وعندها دوافع كبيره جدا. ما اعتقدش. بص يعني هو يعني انا بالنسبه لي انا بتكلم عن صعوبه الماتش. في جزء لا بص، هي الماتش كده كده صعب، ماتش كده كده صعب، بلعب بتشكيل اساسي بلعب بتشكيل مش اساسي، هو الماتش صعب في حد ذاته ان هو ده بطوله. فما فيش اي لعيب او ما فيش اي نادي هيلاعب النادي الاهلي غير وهو في اعلى درجات التركيز بتاعه. يعني هو هتلاقيه من اول ما سمع ان هو هيشارك في كاس السوبر هو عمال بيحضر، انا مش هسيب ده هو عمال بيحضر ليه اللعيب، مش بس الجهاز الفني. اللعيب نفسه، كل لعيب نفسه. اللعيب نفسه بعيدا عن الجهاز الفني هو بيحضر نفسه على كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت ممكن تلعب عليها نقطه فاصله، ودي اللي تقلق اي حد، وبتبقى 50% من قوه النادي الاهلي، الا وهي ان انت بتلعب في ملعب مقفول بجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نتمنى. دي نقطه فاصله. وهقول لك على حاجه، انا جربت احساس ان انت تلعب بفنيه النادي الاهلي، وجربت احساس ان انت تلعب قصاد النادي الاهلي بجماهيره. بتقلل فعلا من، مش هقول لك بقى ايه، بتعمل لك رهبه كده. بتعمل لك رهبه، ايه النادي الاهلي بتتخض. دي نمره واحد. عبال ما تفوق بقى من الصدمه بتاعتك وتبدا تلعب بقى والكلام وتخش في جو الماتش نفسه، بيكون عدى نص الماتش. راجعه بقى هنا بقى للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، حالتهم الفنيه في الماتش جوه او جوه الماتش ايه، وحاله التركيز بتاعهم ناويين يعملوا ايه جوه الماتش ان شاء الله. شايف البطوله مين مرشح للوصول للمباراه النهائيه فيها؟ يعني هو ما قدرنا يعني نقول برضه يعني، بس هو طبعا نمره واحد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعدي على خير الماتش بتاع بكره ان شاء الله. وغالبا يعني انا شايف بيراميدز هو زي ما بيقولوا كده الفتره الاخيره في الصوره. بالعكس يعني الفتره الاخيره بيراميدز جوعاني في ال هو يعني في بطوله دوري الابطال، لان هو بالنسبه له يعني خد بالك ابتدى برضه يروح ويجي وسفريات وغرب افريقيا وجنوب افريقيا هي القصه بالنسبه لبيراميدز. يعني فيدوق شويه من اللي احنا ضايقينه بقى لنا. بيراميدز عشان بقى له ثلاث سنين او سنتين بيشارك في الكونفدراليه، فهو متخيل ان جو الكونفدراليه هو دوري الابطال. ولا انا عايز اقول لك ان الموضوع عكس تماما، وان هو عمل نتيجه ايجابيه مع سان داونز في جنوب افريقيا، فرجعته هنا ان عاش الامال والطموح زي ما بيقولوا كده ان هو يوصل لابعد مدى مع سان داونز، وانا قدرت احط راسي براس سان داونز. لا هو راجع كده الاسباب، هتلاقي سان داونز ما بيلعبش بنفس درجه التركيز اللي كان بيلعبها قدام الاهلي. ما عملش نفس الاجواء اللي عملها لك هناك في ملعب بريتوريا برضو زي ما بيلعب النادي الاهلي. نفس حتى اللعب بيلعب زي ما بيقولوا كده، انا بلعب هجيب نتيجه في اي وقت. سيناريو الماتش بيقول كده، او سيناريو الماتشين بيقول كده، انا مستني في اي وقت انا اللي هكسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيراميدز يعني عنده عناصر كويسه، بس لحد ما انا مش شايف برضو، يعني مش عايز اقلل من
من قيمه العناصر دي واقول الماتش سهل. لا، هو الماتش نفسه في صعوبته ان هو دايما احنا قدر بيعلي تركيزه ده من الاهلي. قدر الاهلي يا كابتن اكيد انت لمست ده. احنا يعني كنا بنلعب مع فرق بتصارع انها تهرب من الهبوط، وبتلعب معانا كانها بتلعب على نهائي كاس مصر. يعني هو دايما بقول دايما انه لعيبتنا في مصر للاسف الشديد دي واحده من الحاجات اللي بص نتيجه هي ما اقدرش الوم اللعيبه بس او العقليه بتاعت اللعيبه ولا المديرين الفنيين. في النهايه كل مدير فني حر وبيلعب على قد امكانياته، ما تقدرش تلومه على ده. يعني ما فرقه بتتكتل قدام الاهلي 90 دقيقه وتقول دي فرقه مش بتلعب كوره، هو الراجل شايف امكانياته كده ودي الطريقه اللي هتاكل مع فريق بحجم النادي الاهلي. لكن اللي بقوله انه في مصر اللعيبه او لعيبه الكوره بتلعب طول الماتش موسمين باعلى توب كواليتي بيطلعوا فيها 120% من اللي عندهم. لعيب النادي الاهلي بيلعب في الماتش 70 مباراه، مطلوب منه في 70 مباراه يطلع كل ما عنده، ودي مشكله. لو الدوري المصري او لو فرق الدوري المصري لعبت مع بعض زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي وفي بعض الاوقات قدام نادي الزمالك، الدوري المصري ده يبقى نار. هو اتمنى ان كل الفرق اللي زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي تلعب بنفس الكواليتي، وده فعلا اللي احنا بنقوله يا جماعه. حتى لو اي فرق، حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط هنا في الدوري، لما بتلعب قدام النادي الاهلي كله بيشحن تركيزه. ليه؟ لان شايف ان النادي الاهلي دلوقتي بقى في حته ثانيه. فانا عايز دايما هو ماله من الاهلي، ما تخليك في نفسك وتستعنك انت شخصيا تبقى في حته ثانيه. هو بيتكلم، هو شايف ان القصه ايه؟ انا بلمع نفسي قدام النادي الاهلي لكذا سبب. السبب الاولاني ان الاعلام كله بكل تفاصيله باصص على الماتش. كابتن عبدل ليستر سيتي طلع من تشامبيونشيب في الدوري الانجليزي، خد بطوله بريمير ليج فيها توتنهام اللي احنا بنتكلم فيها. ما انت لسه حضرتك بتقول جيرونا السنه دي اهو. جيرونا طالع يعني بيلعب مع مين؟ مع ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو وسيبيا. يعني اقصد اقول هي دي ده صلب الرياضه. يعني انا مش طالع برضه العقليه العقليه في ايه بقى؟ والعقليه والثقافه. بس دي منظومه، بس عقليه. يعني دي اداره نادي اشتغلت، ما هي عقليه جابت مع مدرب ثقافة. جابت مدرب مشروع، اختار لعيبه بشكل معين وزرع جوه لعيبته انه زي ما انت كنت بتقول جوزيه كده مش بيقول لكم بليف، ده زرع جوه لعيبته من بدايه السيزون وهو بيحضر احنا داخلين مش بالصدفه، اصل هو ما كسبش ماتش في الثاني في الثالث فقال لهم يلا بينا ننافس. دول داخلين واضح جدا ان هم مشحونين من اول السيزون، احنا داخلين ناخد بطوله الليجا. هنرجع برضو او ننافس يعني في الليجا. هات لي رئيس نادي في مصر كلها من اصغر نادي بعيد عن النادي الاهلي لاكبر نادي بعد النادي الاهلي، خلاص رئيس نادي عنده مشروع. مفيش. هات لي مدير فني مصر كلها. هات لي مدير فني او جهاز فني بميزانياتها باسماء المدربين اللي فيها بتاريخ كله بيبدا في اول السنه. انا بقول لك اهو وعلى الملأ بقولها في قناه النادي الاهلي وبقولها في اي حته. كل رؤساء الانديه في مصر الا ما رحم ربي بيبدا ببدايه الموسم كده ويجيب جهاز فني ويقعد معاه ويقول لك هنعمل مشروع وهنعمل مش عارف ايه، واللي بينافس على الصعود بينافس على الصعود، واللي بينافس على الهبوط بينافس على الهبوط، مش عارف ايه الكلام ده كله. بعد شهرين بالظبط او بعد شهر بالظبط من بدايه المسابقه تغيير جهاز فني. فين بقى المشروع بتاعك؟ اللي بيقعد لازم يكون عامل نتائج قوية، أو يعني مش عايز أقول بعلاقة كويسة مع رئيس النادي. ده اللي بيحصل في مصر، ده الواقع في مصر. عشان كده أنا بقول لك غير عقلية بتاعة اللعيب، واطلع غير الثقافة بتاعة المدربين، واطلع فوق كمان شوية خلاص لرؤساء الانديه. غير لا هروح ولا هاجي ولا هطلع ولا اعمل حاجه. عشان كده كل اللعيبه بيجي يقول لك ايه؟ انا النادي الاهلي في حته ثانيه، النادي الاهلي انا دلوقتي لما اعمل قدامه ماتش كويس. هو لو ما فيش اهلي هتلمع. في مصر صحيح الناس كانت بطلت تشجع كوره. ما انا ده يعني غالبا لا يعني مش عايز اقول لك لو ما فيش اهلي في مصر كان هيبقى ما فيش كوره في مصر. يعني بنسبه كبيره برضه. ليه؟ لأن أنت برضو النادي الأهلي برضو هرجع أقولها في حتة تانية. مش يا جماعة مش من فراغ ولا بطبل ولا الكلام ده كله. يا جماعة النادي الأهلي فعلا بيطبق، يعني بقاله 10 سنين بيطبق مشروع الاحترافية، بيجتهد على قد ما يقدر إن هو يوصل لمصاف الفرق الأوروبية، من تعامل، من شغل جهاز فني، من شغل إدارة، من شغل إعلام،
اقول لك من شغل احترافيه مع اللعيبه نفسها، سواء اللي جاي او اللي ماشي. فكل ده النادي الاهلي بيبدا يعني يشوف من بره بيحصل ايه ويبدا يتعامل بيه، يدخله واحده واحده. هتلاقي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين دلوقتي بيوصل لمصاف الفرق العالميه، والا ما كان ان انت في انديه كبيره في اوروبا بتطلب منك ان انت دلوقتي تعمل معاك مثلا زي اللي هي شراكه او شراكة تعاون او تعاون او حتى تعاون اعلامي. أي. يعني انت في كاس العالم اللي فات ريال مدريد بيشاركك كمنظومه اعلاميه. مظبوط، دي حاجه كويسه. في حد ذاتها دي بتدي فرصه للعيبه ان اي لعيب في فرق بتلعب النادي الاهلي بتدور على ان هي ألمع نفسي يمكن النادي الاهلي ياخدني واغير حياتي. طيب هرجع معاك للسوبر مره ثانيه وماتش بكره، وهرجع معاك لتوقيت بطوله كاس العالم، ومن بعدها باذن الله بطوله النخبه او كاس النخبه اللي هيتلعب في هتستضيفه الامارات الشقيقه اماره ابو ظبي، ومنها لمنتخب مصر، لان بيتهيألي توقيت البطولتين دول والحاله اللي ظهر عليها في كنت بقول في ماتش بعد اتحاد جده انه اكتر حد فرحان بشكل الاهلي وفرقه الاهلي هيكسب مكاسب كتيره من ورا المستوى ده، ما ده روي فيتوريا مدير فني منتخب مصر. بس تعال نشوف مستر كولر قال ايه، وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي قالوا ايه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه بكره ان شاء الله سيراميكا كليوباترا، ونرجع تاني مع الكابتن عبد الله جلالي. Freuen wir uns, wenn das Stadion voll sein wird und ja, unsere Fans uns anfeuern, damit wir so richtig Energie haben. كلمة تحضير كلمة كبيرة شوية اللي احنا بنشوفه بقالنا يومين. احنا لعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة، يوم السبت اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتعمل استشفاء، اتمرنت مع مجموعة صغيرة يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدانا الشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبه بشكل واضح واللعيبه متهيألي مدركه ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كره كويسه، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكره، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوه دي. وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. بنتمنى بكره، ودي نقطه قوه لينا محتاجينها بكره جدا، هي الجمهور. نتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكره، لان هو ده اللي هيدينا طاقه ان احنا نقدر ان احنا نضغط، ان احنا نقدر ان احنا نتحرك، ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الحاله دي بسرعه، وان احنا نكون في احسن حاله. سلاح قوي جدا سلاح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكون معانا بكره، ان ده هيفرق معانا كتير. So, dass wir natürlich ein großes Kader haben und dementsprechend ja, wird es morgen sicher auch die eine oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass wir das schon kommunizieren. Wenn das dann kurz vor dem Spiel mitteilen und dementsprechend eben wissen unsere Spieler, was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus spielen. Und dementsprechend gilt es, sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieg vom Platz gehen können. اعتقد ان احنا مع حضرتك حق، لكن احنا لعبتنا عندها خبرات كبيره جدا انها قدرت تقدر تتعامل مع رتم زي كده، دي مش حاجه جديده عليهم. احنا من السنه اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان بيجينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعبتنا متعوده على الريتم ده وعارفه تتعامل معاه ازاي، عندهم الخبرات كيفيه التعامل مع الريتم ده. لكن احنا بنحاول طبعا هنطلع احسن ما عندنا بكره بالتاكيد. احنا عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، فيها لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات او تعديلات في التشكيل او ناس هتلعب لاول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقته ان انا اقول قبل المباراه مين هي موجود ومين مش موجود او تشكيل. التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه
مباشره، لكن في النهايه اي 11 هيتم اختيارهم للمباراه انا متاكد واثق فيهم وعارف ان هم هيقدروا يتعاملوا ازاي مع الموقف اللي احنا فيه والضغط ده، لان خبراتهم تسمح بده. اهم حاجه بالنسبه لي هي بكره هتبقى عنصر التركيز، نقطه التركيز دي هي اهم حاجه، ان اللعيبه تبقى في قمه تركيزها وتقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. اكيد طبعا المباراه احنا عارفين ان المباراه بالنسبه لنا يعني مباراه صعبه جدا، واحنا عارفين فريق سيراميكا كويس جدا لسه لعبناها من قريب، وزي الكوتش ما قال احنا لسه واصلين امبارح بالليل، احنا دلوقتي بنحضر المباراه يعني اتفرجنا على الفرقه النهارده وعندنا تمرين النهارده وبنحضر بشكل كويس، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عارفه المباراه صعبه وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وعارفين البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومهمة للجمهور، عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويوفقنا ونصعد للنهائي ان شاء الله. طب بالنسبة لك طبعا كجمهور، الاهلي لعب اوراوا ريدز في كاس العالم في السعودية، فهيسافر الامارات عشان يلعب ماتش في بطولة تانية، بطولة كاس النخبة قدام سيراميكا، لكن في التفاصيل ما بين دي وما بين دي شغل كتير جدا صعب بل من مستحيل الحقيقة، او حتى لو قال مستر كولر اللي لعيبتنا متعوده على ده، لكن بالتاكيد ده مش الطبيعي. انا مش عايز اتكلم في فكره اجندات وتواريخ وكان من العقل والطبيعي والمنطقي انك تتوقع انه الاهلي يوصل مباراه نهائي كاس عالم او قبل نهائي، لانه الاهلي عودنا يعمل كده، كان المفترض يتم مراعاه ده. عارف ان احنا مرتبطين او الاشقاء في الامارات مرتبطين بحاجات تانية، لكن في العادي شيء مش مقبول ولا منطقي على الاطلاق. وقال نفس الكلام اللي انا قلته في الاول، هو ما فيش مدير فني عنده مساحه انه في خلال 24 ساعه ولا او حتى 48 ساعه ان انا احضر فرقه عشان بطوله مهمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه لعبة مركزه وهاخدها نظري، وده حال فريق النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيتضغط فيها، ما كانش فيه تمرين بس فيه محاضرات نظري كتير بشرح فيها نقاط القوه والضعف. مين تتمنى انه يعني وجوده يبقى اساسي بكره في تشكيله الاهلي، او شايف انه احتماليه وجوده بكره مهمه او كبيره جدا؟ يعني اتمنى ان الناس اللي ما بتلعبش تاخد فرصتها، يعني مين الاسماء اللي تحب تبدا الماتش؟ نفسي يعني دي مش نفسي انا بقى كشخصيا، لا يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا برضو كانت الفتره اللي فاتت دي مزعلاني شويه كده، يعني نفسي موديست تيجي له الفرصه ويقدم ماتش كويس ويحرز اهداف والناس تدعمه فعلا، بمعنى كلمه تدعمه. ليه تدعمه؟ أولا هو لسه مازال على قوة النادي الأهلي ولابس فانيلة النادي الأهلي، وطول ما هو لابس فانيلة النادي الأهلي لازم يبقى الناس كلها في إيه؟ في ظهره. بعيد عن هو أدى أداء مش كويس أو في سوء توفيق معاه أو أثر، بس لازم يكون في دعم عشان ده في الأول وفي الآخر بيمثل النادي الأهلي، صح. دي حاجة. الحاجة التانية جايز زي ما الناس كلها وقفت في وقت من الأوقات مع فلافيو، قعد موسم. انت عشت قصه فلافيو من اولها لاخرها طبعا، يعني انا عشتها بقى تمرين وماتشات بقى، يعني اللي هو يعني ده كتر خيره فعلا، ده جبل يعني. بس فموسم كامل ان هو الناس تدعمه، مدير فني يبقى واقف في ظهره، في الاخر ربنا يكرمه زي ما احنا كلنا ده هو وماشي الناس بتطالب ان هو يفضل قاعد، لا احنا برضو عايزين ندعم موديست، لعل وعسى بطوله زي دي موديست هو اللي اعتقد ان فرصه كبيره جدا، على اقل تقدير اعتقد على اقل تقدير في مباراه بكره. بس من كلام كولر الحقيقه اسمحوا لي قبل ما اختم الحلقه اتف معاه في جزئيه الجمهور، رهاني على جمهور نادي الاهلي. الفرقه يا جماعه في ظروف صعبه، الفرقه دي في اسبوع لعبه ثلاث ماتشات من العار الثقيل، ثلاث ماتشات ولا اصعب قدموا فيها مش بس نتائج كويسه لكن كمان على مستوى الاداء قدموا ثلاثه من افضل واحلى ثلاث ماتشات للاهلي في المونديال ككل. بالتالي عشان تطلب منهم ان هم يستمروا على نفس المستوى ويحققوا لقب بطوله كاس النخبه في شكلها الجديد، اعتقد انه زي ما قال مارسيل كولر في المؤتمر دور جمهور النادي الاهلي في ماتش بكره كبير جدا، والرهان عليهم باذن الله رهان كسبان. كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله يفرحونا ونصل لمباراه النهائيه يوم الخميس المقبل في مواجهه الفايز طبعا من مودرن فيوتشر وبيراميدز المصري. بشكرك كابتن عبد الله ومبروك مره ثانيه. الله يخليك، الله يبارك فيك. فرقتنا في كاس العالم للانديه. الله يبارك فيك وعقبال السوبر كده بكره ان شاء الله باذن الله. اخر الاسبوع يكون فرحه كبيره واول القاب السنه دي باذن الله للنادي الاهلي. شكرا على متابعتكم وتحياتي لكم.